فكره ان احنا نغلي اسعار التذاكر على الجماهير، هذه اللعبه الشعبيه اللي من المفترض يعني زي ما بيتقال في العالم كله لعبه الفقراء، لماذا نفعل ذلك؟ لان المفروض يبقى الامور دي كلها معمول حسابها. في العالم كله بتبص تلاقي فيه تذكره موسميه انت بتشتريها من بدايه الموسم، ولذلك ما تلاقيش كرسي فاضي. صحيح. دوري الاسباني او الانجليزي كل الكراسي مملوءه، يعني كل بيشتري التذكره الموسميه ديت وبيحضر كل الماتشات، وبيبقى السعر تقريبا ما فيش حته ان انا اكيدك وعلشان امنعك ان جمهورك يجي فهو غلي التذكره. دي مش رياضه، دي لا رياضه ولا ليها اي نوع من انواع حتى ذوقيا، ان انا مفروض لو حتى هغلي يبقى نسبه معينه تراعي الانسان الفقير اللي جاي يستمتع. هي الكوره اتعملت علشان المتعه ولا عشان ايه؟ ولا عشان ان انا اعمل حاجه اكايد بيها الناس؟ العمليه طبعا مش كده. صحيح. لذلك لازم يبقى في هناك حد للموضوع ده، ما تبقاش العمليه منطلقه كده كل واحد يحط السعر اللي على مزاجه، الدرجه الثالثه يبقى ليها سعر من كذا لكذا. طيب فنيا المباراه دي الاهلي له افضليه ايضا بجانب الجماهير ولا المباراه 50-50؟ عمرها ما تبقى 50-50. عمرها ما تبقى 50، لان هو النادي الاهلي لعب بيراميدز كم مره وكسب كم مره. يعني العدد يعني كبير جدا، يعني لا يتناسب مع في كل المناسبات حتى في السوبر. مش معنى كده ان انا بقول ان انا بخسف حق بيراميدز، لا بيراميدز فرقه قويه وكل حاجه، لكن دايما الاداره والجمهور وقبليهم توفيق ربنا طبعا. لانك انت توفيق مع الانسان اللي بيجتهد والانسان اللي هو يعني بيشتغل صح وبيعمل شغله باتقان في جميع المجالات، حتى في سعر التذكره لما بتغليها 50 جنيه ولا حاجه، بتبقى في متناول الانسان. الى جانب الجانب الفني، مدير فني بيشتغل وعامل حسابه انه ما يبقاش في اي انواع من العنف، كل التركيز بيبقى على الاداء الفني فقط، مش عمليه استفزاز باك رايت يستفز فلان وعلشان التاني يستفزه ويعمله. طبعا الامور دي كلها خارج نطاق الجانب الفني، النادي الاهلي بيبقى مركز كل تركيزه على الجانب الفني فقط. ما بيروحش بحسب توقعاتك كابتن عادل، لو الاهلي فاز في المباراه القادمه دي يحسم الدوري ولا لسه في كلام؟ لا، في النادي الاهلي متربيين على حاجه واحده، الدوري طالما في حد بينافسك على المركز الاول فانت الدوري بتاعك لحد اخر مباراه. اللعيبه متربيه على كده وعارفين ده. ايه معنى ان انا اكسب بيراميدز وبعدين اخسر الماتش اللي بعديه او اللي بعديه؟ ما عملتش حاجه. صحيح. وبالتالي صحيح. التربيه موجوده بالشكل ده، وده اللعيبه عارفاه والاداره عارفاه وكل الناس عارفاه، بيشجعوا كوره من زمان، عارفين ان الدوري لما بيبقى الفرق بينك وبين المنافس عدد المباريات لا تناسب ان هو عدد النقاط، عدد النقاط مش هيعرف يلحقك، مش هيعرف يلحقك. يعني كابتن عادل دايما بتشرف ودايما بتنور، ربنا يكرمك، اللي قاعده معاك دايما قاعده حلوه وجميله وبنستفيد منها دايما، ربنا يكرمك. انا بشكرك كابتن عادل، شكرا جزيلا.